اهلا بيكم في قناتكم مستر سينماتيك. هنتكلم النهاردة عن اعلان الفيلم الرائع والرهيب ماتريكس ريزركشن، او تحديدا احد الاعلانات اللي ظهرت باسم ديجافو. وهو ممكن ما يكونش اعلان اصلا، ممكن يكون يعني كده تشويقة من الشركة. فعلى العموم خليك في الفيديو ده وتابع المعلومات الاسطورية اللي موجودة في الفيديو ده. صدقني بجد معلومات مذهلة، انا مش بطبل لنفسي ولكن صدقوني متحمس جدا لاني من عشاق الفيلم ده. واهلا بجمهور افلام ماتريكس، واهلا بجمهور عالم مارفل اللي بيشوفوا الفيديو ده. واتمنى انكم ما تبخلوش عليا بدعمكم انتم الاثنين، لايك وشير وسبسكرايب. دعمكم شيء بسيط جدا منكم ولكنه شيء عظيم جدا بالنسبه لي. في البدايه كده قبل ما ابدا اتكلم في التحليل الخاص بديجافو لازم اقول لكم شيء. انا اتكلمت عن الديجافو في التحليل الاول للفيلم ده، قلت انه حصل معايا الديجافو. انا مش بقول اني سوبر وخارق زي ما فهم البعض في الكومنتات. على فكره الديجافو دي حاله علميه موجوده بتحصل مع كل البشر، وهي باختصار لما تحس انك عشت موقف وتقول اه انا تقريبا عشت الموقف ده قبل كده، وانا حاسس ان الموقف ده حصل معايا قبل كده. ده اللي انا اقصده، ما قلتش اني بطير او فدى الرصاص زي ما نيو بيعمل في الفيلم. واسف على المقدمة دي، ولكن يلا نتكلم في الفيديو. في بداية الديجافو بنشوف انه بيتم الكلام مرة تانية عن الديجافو نفسه، والكلام على القطة اللي بتطلع دي، وفي نفس الوقت بيظهر صوت ترينيتي وهي بتقول انه الديجافو جليتش بيحصل في الماتريكس لما يكون في شيء بيتغير او لما يكون في شيء كبير. وعشان اشرحه لك، هي الحاجة اللي بتحصل معك في ببجي لما النت يكون مهنج فتتفاجئ كده انك في مكان غريب او الباب مفتوح وهو اتقفل في وشك واتضربت من النار. هو ده بالظبط اللي بيحصل، يعني اللود الضخم جدا على الماتريكس فبيتسبب ان هو بيحصل الجليتش اللي انتم بتشوفوه ده. وده شفناه في الفيلم الثالث مع البنت الصغيرة، وبرضو المشهد ده كان فيه قطة اللي هو الريستارت بتاع الماتريكس الجديدة اللي هي تقريبا السبعة. وبعد كده بناخد نظر على العملاء الجدد، واللي هي باختصار الجمع بين الشخصيات القديمة والشخصيات الجديدة. وانا حكي لكم مشهد او اتنين على السريع، ولكن اللي عايز اقوله ان هو كأنه الماتريكس بتقولك ان احنا بنجهز لماتريكس جديدة بنفس الشخصيات نفس العملاء واشخاص بيحاولوا يهربوا مننا وبيحاولوا يحررون الناس من الماتريكس، ولكن احنا بالمرصاد. يعني مثلا بيتم الجمع بين مشاهد العملاء القدام والجداد، وكمان بيتم الجمع ما بين مشاهد مورفيس القديم والجديد، وكمان ترينيتي القديمة والجديدة، ومشاهد نيو نفسه، واكتر من مشهد من المشاهد الرائعة اللي شفناها في الجزء الاول واللي هنشوفها في الجزء الرابع. ده باختصار اللي عايز اقوله، مفيش داعي ان انا افضل اكرر كل مشهد على حدة. وبالمناسبة الكلام ده تم التلميح عنه في الجزء الثاني في الكلام ما بين نيو والمهندس، لما بيقول المهندس لنيو ان وظيفة المختار ان هو يجمع بعض الاشخاص عشان يبني زايون الجديدة مرة تانية. معناها ان كل الانظمة كل البرامج الكبيرة بتفضل ثابتة زي ما هي، وبتتغير بعض الاشخاص والبرامج الجديدة وبرامج الافراد مرة تانية. بعد كده نروح لمشهد رائع جدا، انا المشهد ده المشهد المفضل بالنسبه لي، وهو قتال مع موربيس، وفي الخلفيه كده لو هتركز مكتوب ديوس مكنه. من المفترض انه في اكس، يعني ديوس اكس مكنه، وده اللي ما يعرفوش فهو مصطلح سينمائي بيرمز لتدخل الاله. يعني لو انت بتشوف اي فيلم مش فيلم ماتريكس وفجاه كده البطل يرجع مره تاني او يظهر حد يساعده، او الفار اللي ضغط على الجهاز الخاص بانت مان عشان يرجع من الكوانتم ريلم عشان يتغلبوا على سانوس بواسطه الكوانتم ريلم عشان يرجعوا الاحجار وبالتالي يتغلبوا على سانوس. ده بالظبط التدخل الالهي، او حتى ممكن يكون ده تلميح للآلة الام اللي كانت بتتكلم مع نيو في الجزء الثالث اللي هي بترمز في الماتريكس للمهندس. والآلة دي نفسها اسمها تيوس اكس ماكنا، بمعنى المصطلح السينمائي التدخل الالهي. انا حاسس ان انا لخبطتكم، فخليني الخص لكم الجزئيه دي بسرعه. هل ممكن الالات او هم في الفيلم بيحاولوا يوصلوا لينا معنى ان ظهور نيو في الاجزاء السابقه كان تدخل الهي؟ ممكن، او حتى بيقولوا انه التدخل الالهي مش هيكون موجود معانا في الفيلم ده. ممكن كل دي اشارات. الخلاصه ان هم عايزين يتكلموا عن التدخل الالهي بطريقه او باخرى. بعد كده نروح لمشهد تاني من المشاهد المفضلة بالنسبة لي، وهي المشاهد القوية جدا، ألا وهو عودة المورفنجي اللي رغم ظهوره البسيط ولكن بصراحة في ناس كتير حبيته وتحمست ليه. وهنا على السريع ركز معايا، هتشوف ان المورفنجي بيظهر رغم انه ما كانش ليه اي تلميحات في الاعلان الاول. وواضح ان نسخة المورفنجي دي نسخة المتسولة هي نفسها النسخة القديمة، يعني مش برنامج تم تحديثه مرة تانية لا، لكن هي نفسها النسخة القديمة ولكن اصبحت هومليس. والموضوع ده مش غريب انه شخص من النسخة القديمة يكون موجود في النسخة الجديدة، زي ما حصل مع النسختين اللي قدامكم دول الحلاقين اللي هم من النسخة الخامسة من ماتريكس ولكنهم كانوا موجودين برضو في النسخة السادسة.
وبعد كده نشوف الممثل الرائع جوناثان جروف هو بيتحول للعميل سميث، لتوضيح وتلميح واضح جدا انه ده هيكون العميل سميث الجديد او النسخة الجديدة منه، ممكن يكون العميل القديم سميث نفسه او حتى الوظيفة نفسها اللي هو اهم شخصية في الايجنت بتوع ماتريكس. بعد كده نشوف مشهد ترينيتي مع نيو وهي بتختفي وتتبخر من قدامه. ركز في المشهد ده لثواني، المشهد اللي وراه بالظبط بنشوف ان نيو وسط اطباء او وسط اصدقائه وكأنه كان بيعاني من الهلاوس، فممكن يكون المشهد السابق ده بتاع تبخر ترينيتي من قدام نيو ممكن يكون هو من ضمن الهلاوس فما تقلقوش. بعد كده نشوف مشهد صادم جدا وهو هجوم من الالات على العالم الحقيقي، مع العلم انه تقريبا تم الاتفاق بين نيو وبين الالات في الجزء الثالث ان هم من المفترض يتركوا البشر في حالهم، فهل الالات رجعت في كلامها ام في تدخل من طرف ثالث او حتى ممكن يكون تدخل من عالم الماتريكس نفسه او من احد البرامج؟ يعني ممكن يكون ده سميث بيعود مره تانية اعتقد. وخلينا افكركم بالمشهد، تقريبا كان المشهد الاخير في الجزء الثالث تحديدا كلام المهندس مع العرافه، الكلام كان ما بين الاثنين دول على انه تقريبا الموضوع انتهى وان المهندس هيحرر الاشخاص اللي عايزين يتحرروا، فبتقول له هو كذلك، فبيقول لها انت فاكراني بني ادم يا اختي؟ اللي عايز اقوله لكم باختصار بدل الهري اللي انا بهريه ده انه من المفترض الموضوع منتهي فاكيد هيكون في تدخل خارجي. بعد كده بنشوف ناس واقفه كده بشكل منبهر وكانها بتنظر لشيء فخم وعميق، لشيء فخم وقوي وفي عيونهم توهج رموز الماتريكس، فممكن يكون ده نيو وممكن يكون الاشخاص دول مسيطر عليهم بطريقه ما. احب اقول لكم انه هيكون موجود في الوصف رابط تحليل الاعلان الاول ورابط تحليل الاعلان الثاني بطريقه اتمنى هتكون جميله وتعجبكم. والاجمل من ده كله انك تشترك في القناه لو انت من عشاق فيلم ماتريكس ومن عشاق افلام مارفل ومن عشاق الافلام والمسلسلات عموما، فقريبا جدا هتكلم عن ماتريكس، على مارفل، مسلسل ووتشر وجيم اوف ثرون او تحديدا بلاد اند فاير، فخليك موجود ويا ريت تبخلش عليا بدعمك اللي هو شيء بسيط جدا منك ولكنه شيء عظيم جدا بالنسبه لي. لايك شير سبسكرايب، شكرا ليكم وسلام.